على مدى الأسبوع المقبل تعقد لجنة المال والموازنة جلسات متتالية لدراسة مشروع قانون موازنة عام 2020. جلسة يوم الاثنين الصباحية التي رأسها النائب إبراهيم كنعان بحضور وزير المال علي حسن خليل خصصت لدراسة مواد قانون وزارة المال بإداراتها ومؤسساتها كافة، فيما خصصت الجلسة المسائية لدراسة موازنتي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. إلغاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات شو معناتها؟ معناتها مثل ما بتعرفوا طلع في لائحة من بعد جهدا جهيد انشغل على تحديد المؤسسات العامة اللي عم تتقاضى أجور وأجرات ومصاريف ونفقات وإلى آخره، وما في شغل، وهيدي إلى سنين. نحن بالموازنات اللي درسناها من 2010 أول مرة، بعدين 17 18 19 أوضحنا وأبرزنا كتير من هيدي المؤسسات ومن هذا الانفاق الغير مجدي. بدأ اليوم الغائه. مادة 29 وقف كافة المساهمات والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات العامة والمرافق العامة. هنالك مادة لدعم التصدير، يعني دعم الصناعة اللبنانية. تعطى المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقا للأصول مبلغا قدره 5% من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان وفقا للأصول، والتي تستفيد من أحكام هذا القانون. على أن دراسة موازنة عام 2020 وفي ظل تراجع إيرادات الدولة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية وفي ظل فراغ حكومي تبدو أقرب إلى دراسة موازنة نظرية غير قابلة للتطبيق. لا شك واضح أنه في المرافق العامة شبه معطلة، واضح أنه تحصيل الواردات أصيب بنكسة هذا، ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق تصديق الموازنة من الزاوية القانونية والدستورية. لجنة المال برئاسة الأستاذ إبراهيم كنعان عم بتناقش مسألة تصديق المالية سنة 2020، وبالتالي المأمول أن يصار إلى حل الأمور والذهاب باتجاه نعم تحصيل الدولي لوارداتها، وإلا أنت ما بتقدر توقف التشريع والتعاطي على قاعدة أنه الوضع سيستمر على ما هو عليه وبالتالي لا يوجد هناك إمكانية لتحصيل الواردات. لا، خليني أقول لك أنه اليوم عمل الموازنة هو عمل ضروري بكل الأحوال، يعني ما لازم ننتقد اليوم النواب لأنه عم بقوموا بوجباتهم، أنه إذا قعدوا زادوا بطالة بالبلد وما عملوا وجباتهم وقعدوا ببيوتهم بيكون هذا الحل. ما بعتقد هذا مطلب الناس والمحتجين. هلا الموازنة اليوم شو بعد منا بيبقى صالح للمرحلة اللي جاية؟ في هناك كتير أمور موجودة بالموازنة حتضل ذاتها شو ما صار، ولو إجت حكومة جديدة وبقت عن الموازنة ما ترجع تحطها هي ذاتها. إنما أكيد هناك واضح إنه علامة استفهام دائما موجودة على وضع الإيرادات وضع إمكانية، يعني أيضا تحقيق ما تم الوعد به من خلال تخفيض خدمة الدين، وهذه مرتبطة بالمصارف وأين أنت من حالة المصارف هلأ حاليا وغيره. فهيدا من الأمور اللي نحن عم نعمل لها مراجعة. أكيد أسبوع من الدراسات والاقتراحات والتوصيات للاتفاق وإحالة موازنة أرقامها ليست سوى حبر على ورق. أنا بشمس الدين، قناة الجديد.